اسم فؤاد جبارة ابن يوسف، متجوز، عندي بنتين وصبي، ساكن انا تليفون هوائي، بيت ملكي الحمد لله ان شاء الله طابق خامس، والحمد لله متجوز بنتين، بقيان عندي صبي، صبي اخر سنه حقوق عم بدرس. قبل الحرب الوضع ممتاز، انا كنت ممتاز جيد جدا، يعني عندي الحمد لله دكان شغل كويس كويس، وصارت الاحداث باركنا بهالبيت ما بقى في حركه. صواج انا سياره بتنضرب بجلسها مثل عادي طبيعي، صار المشاكل والاحداث ما بقى نقدر نفتح محلاتنا، ما قدرت جيت عليها 8 سنين، من سنين الاحداث ما قدرت جيت لاني قصف كثير فيها، المنطقه كلها نكبت وضرب، ما نخاف ما نقدر نجي عليها. بعد 8 سنين قدرنا جينا، بس جينا شفنا المحلات منهوبه ومحروقه ومنكوبه كلها المنطقه. كل نهار لي فتلة ساعة زمانية بتمشي بعدها بمشي بقول لي إن شاء الله يكون حدا فيتا جديد، إن شاء الله يكون حدا فيتا جديد. ليش؟ ليش ما حدا بيجي؟ بتطلع كهرباء ما في، أمبيرات ما بتوفي، أمبيرات ما بتوفي، أمبير ب 2000 ولا ما بتوفي معنا. بجيب أوائل جمعة ما بشتغل، بدفع له 2000 ولا لا باكل فيها. إي والله نحكي سلام. في بناية جنبي ثلاث ارباعهم سافر لعبنا، من بقيان الخيم الكبار. انا كل ما بشوف شاب حدا من هالمنطقه هاي بشجر، تعال افتح محلك كذا، ايه بيقول لي ما في شيء، شلون بدي اجي؟ انا هونيك مثلا عم بشتغل جمعيه، عم ياخذ له مثلا 10,000 15,000 بالجمعه فرضنا، يجي لهون ما يقدر يسحب ال 10,000 ورا 15,000، ايه ما بياكل، ما بياكل، كان عنده كله راح. صاروا بشعرنا نحن كمان نفس الشيء، كان عندنا راح. نحن قدمنا مركز اورتندر، حكينا انه شلون كان صار وضعك، ايش عم تشتغل، ايش ما عم تشتغل، يعني حديث حكوا معي كثير كويس، معامله كثير كثير حلوه، ما بنحكى عليها، معامله كثير كثير حلوه. ايه ونزلوا اشتروا لي العده كلها، حطيت العده وزبطنا شغلنا، نقول يا الله. بنريد بقى لاولادنا يكبروا ويشتغلوا ويزبطوا امورهم، نفتح له مكتب للولد. ما بعرف ايش بصير بعدين، لايام بعدين ايش بصير ما بعرف. ان شاء الله خير بنقول، بنتمنى بقى يفتحوا المحلات يصير حركه اكثر، هذا اللي بتمنى انا، مشان يصير اشغال كويسه. نعيش عيشه كويسه يعني، نقدر نعيش.